أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء، نلتقي في الجزء الرابع من الفصل الثاني Care of Patients with Dysrhythmia. Dysrhythmia, as we know, is an abnormal heart rhythm with the rate اللي هو less than 60 beats per minute in adult people. By the end of this lecture, students will be able to assess and identify the bradydysrhythmias. They will be able to implement patient and family nursing intervention to decrease the impact of a life-threatening dysrhythmias also. And they can plan evidenced nursing care plan to promote perfusion and prevent complications that may be experienced by patients. Also, they will be able to teach patients who have permanent pacemakers. Pacemakers اللي هو جهاز منظم ضربات القلب اللي هو كثير من الناس اليوم يعني ممكن يكون مركبين هذا الجهاز. وبالتالي you will be able to teach them concerning this item or instrument. Sinus bradycardia. Sinus bradycardia, when discussing the pathophysiology, دائما هي عبارة عن excessive vagal parasympathetic stimulation to the heart. يوم ما بصير في عندنا نوع من ال parasympathetic stimulation انه في عندنا جهاز قلنا عصبي sympathetic و parasympathetic. sympathetic اللي هو بيحث القلب على انه يعمل contraction. الparasympathetic عادة بيعمل نوع من relaxation. في الوقت اللي بصير في عندنا excessive vagal parasympathetic stimulation يعني يؤدي الى انه في عملية انخفاض في الريت of sinus node discharge. يبقى لما بصير انا انخفاض في النبضات الكهربيه اللي بتطلع للقلب، طبعا هذا راح يؤثر على القلب وراح يؤدي الى انه يقلل اللي هو عدد النبضات. طيب شو ممكن يكون الكوز اوف sinus bradycardia؟ من المين كوزز اوف sinus bradycardia انه مثلا لو عملنا كاروتيد sinus مساج، لو زي ما حكينا في حالات sinus tachycardia انه احيانا لو عملنا تدليك لمنطقه اللي هو الكاروتيد sinuses هذا يؤدي الى انخفاض الفوميتنج، احيانا السكشننج، فالزلفا مانوفر اللي هو لما الانسان بيحس انه في عنده امساك وبده يعص على نفسه، اللي هي عبارة عن peering down for bowel movement or gagging. وأحيانا ممكن من البين يعمل نوع من اللي هو excessive parasympathetic أو بنسميه vagal stimulation. من أهم اللي هو ال parasympathetic stimuli results اللي هو قد تؤدي إلى may result the causes may result from hypoxemia, inferior wall myocardial infarction, administration of beta blockers. تعرفون أدوية اللي هي تعطى اللي هو أدوية القلب وارتفاع ضغط الدم. Also calcium channel blockers اللي هي بتعمل مثبطات اللي هو دخول الكالسيوم لعضلات القلب، وبالتالي تؤثر على اللي هو قلنا القلب والكورنري سيركوليشن وبرفيوجن. اند اولسو ديجيتاليس دراجز اللي هي ادويه الديجيتاليس الدجوكسين اللي هي تثبط وتقلل من ضربات القلب كذلك. برضو لو صار تغيير في الالكترولايت امبالانس، صار نيورولوجيكال ديس اوردرز، احيانا حاله الهايبوثيرويد ممكن يصاحبها اللي هو الانخفاض في rate of heart.
يبقى عشان نلخص الكلام، انه when the sinus node discharge rate less than 60 beats per minute, the rhythm is called sinus bradycardia. يبقى انا ببدا احكي عن الرتم اللي هو الانتظام لهذه النبضات، اللي يسمى sinus bradycardia. يبقى السبب للبراديكارديا انه في عندنا discharge of electric pulses pulsation اللي بتصير في من تصدر من ال SA node او السينس نود. اذا قلت عن 60 معناته يسمى sinus bradycardia. طبعا السينس bradycardia increases the coronary perfusion time، بمعنى انه مصير القلب يحتاج الى فتره اطول من الضخ عشان يرتوي. But decreases coronary perfusion pressure، وهذا صحيح، يقلل الضغط اللي هو موجود في الشرايين التاجية وعملية الارتواء. However, myocardial oxygen demands is decreased. يعني ومع ذلك بصير انخفاض في اللي هو الديمانس، لأنه صار في هناك برادي كاردي. طبعا لو هذا الكلام احنا طبقناه على مين؟ اللي هو الناس اللي هم في عندهم نوع من الويل كونديشن، او الناس المعتادين زي الرياضيين اللي هو بيكون في عندهم برديكارديا، they have a hyper effective heart. يعني عادة بيكون القلب عندهم hyper effective وبيكون strong muscle that will be able to provide adequate stroke volume. وبالتالي تكون عضلة القلب قادرة على أنها تعطي ستروك فوليوم، يعني كمية أكثر من البلد مع كل إجيكشن، وحتى لو كان لو هارت ريت، وبالتالي يساعد على أنه تو أتشيف ذا نورمال كاردياك أوتبوت. أسسمنت أوف ساينس براديكاردي. The patient may be asymptomatic، يعني قد يكون ما فيش عليه أعراض except for decreased pulse rate، يعني بس مجرد انخفاض في النبض، هذا اللي نلاحظه. Assessing patients who are receiving medications that slow conduction، يعني تحاول تعرف هل هو ياخذ ادويه تؤثر على الاس اي نود او الاي في نود. Assess the patient for syncope انه هل بتصير معاه نوبات من الاغماء، بصير عنده dizziness بمعنى دوخه، weakness ضعف عام، confusion بمعنى انه بصير في تشويش واضطراب في التفكير تبع المريض، hypotension، diaphoresis اللي هو الـ يعني يكون العرق غزير، shortness of breath or chest pain. كل هاي ممكن تكون اسباب زي ما حكينا قبل شوي اللي هي للسينس براديكارديا. طيب if the patient has any of these symptoms، يعني لو كانت عنده أي من هذه العلامات أو هذه الأعراض، and the underlying cause cannot be determined، يبقى الـ treatment وإحنا مش قادرين نحدد السبب، يبقى الـ treatment we administer atropine اللي هو نص ملي جرام اي في، بنعطي fluids وبنعطي oxygen. Discontinue drugs suspected of causing bradycardia، يعني لو كان المريض بياخذ اي ادويه قد تكون هي السبب في اللي هو السينس بريديكارديا يبقى لازم توقف. لو كانت مثلا البيتا بلوكرز فيها دوز عاليه، قلنا اي ادويه زي الكالسيوم شانل بلوكرز، يبقى كل هذا المفروض احنا ايه نساعد المريض على انه يزود اللي هو الهارت ريت ونرفع البلاد بريشر عنده. طيب من الأشياء الأخرى اللي تستخدم اللي هو بسموه temporary pacing. temporary pacing عبارة عن non-surgical intervention that provides timed electrical stimulus، يعني بحطوا له جهاز ينظم ضربات الكهرباء أو electrical impulsation اللي بتنشط القلب
من خلال وهو قلنا الكوندكشن سيستم اوف ذا هارت فيما لو كان في هناك اي خلل. Electrical stimuli may be delivered to the right atrium. يعني بنفس الطريقة زي ما هو بصير عندنا الأسئلود بتبدأ، وهذا نفس الفكرة لما بتعمل temporary basic إنه أنت كيف بدك تعمل تعطي كهرباء لتنظيم الكارديك بالسيشن أو السينو بالس سينوس بالس اللي هو the right atrium or the right ventricle اللي هو احيانا بتعمل سنجل شامبر بيس ميكر، يعني وكانه انت تستخدم منظم يعني مفرد او فرداني. وهذا اللي هو يعني في هناك نوعين من التمبراري بيسنج، يعني هذه الاجهزه المنظمه او ضابطه لنبضات القلب تنظم اللي هو الرثم، بمعنى انه تستخدم للناس اللي عندهم سيمتوماتيك براد ديستريثميا، واللي هم لو ما استجبش المريض للأتروبين أو بيكونوا المرضى في عندهم إيسيستول، يعني فيش هناك نبض خالص، يعني المريض بدأ يتوقف عنده اللي هو الكونتراكشن أو ذا هارت. بيسنج بمعنى إنه أنت تعمل يعني to find the right speed or rhythm، إنك تعمل ضبط للأفضل تنظيم لضربات القلب يسموه basic temporary basic. طيب types of temporary basic، يعني إحنا كيف نعمل ضبط لكهربة القلب وبشكل مؤقت. في النوع الأول اللي هو يستخدم يسموه transcutaneous basic. والترانسكوتينيوس اللي هو يعني أي عبر الجلد، it is accomplished through the application of two large external electrodes. يعني زي ما احنا شايفين في الصورة بيتم وضع two electrode، هي زي ما احنا شايفين one electrode وهذا الثاني، وهي عبارة عن أقطاب كهربية خارجية، يعني بتوضع على وين؟ عبر الجلد اللي هي تصل الإشارات الكهربية. It is attached to an external pulse generator، يعني هاي بتكون مشبوكة في جهاز صغير، وهذا الجهاز عامل زي مولد that emits electrical، يعني يعمل على انبعاث النبضات الكهربائية. نفس الجهاز الصغير يوصلهم من خلال الإلكترودز الأقطاب الاثنين اللي هم مشبوكين، which stimulate ventricular depolarization، يعني هو بيعمل عملية إعادة تنشيط ويخلي القلب يشتغل ويبدأ ينبض. when patient's heart rate بتكون slower than the rate set on the pacemaker، يعني الجهاز بيعملوا له ضبط بحيث يعطي مثلاً 80 90 نبضة بدل ما يكون هو قلنا أقل من 60. الانترفنشن الثاني اللي هو يسموه بدل اللي هو قلنا الأول اللي هو في عندنا التمبوراري ترانس فينوس سيستم، يعني كان الأول قلنا اللي هو عبارة عن إنه يتم وضع تو إلكترودز على القلب من الخارج، وهذه بتبدأ تعمل إمتس electrical pulsation وتعمل ضبط له اللي هو نبضات القلب. في النوع الثاني اللي هو التمبوراري وهذا بيصير transvenous system، زي ما احنا شايفين بيتم ادخال الالكترود لجوا القلب، يعني ما بيكون خارجي. it can be inserted in an emergency، يعني ممكن تنعمل في طوارئ لمريض جاي عنده sinus bradycardia، او تكون يعني بتنحط قلنا في الامرجنسي لغايه ما يركبوا للمريض بيرمننت بيس ميكر، يعني بيركبوا له جهاز تنظيم ضربات القلب اللي هو بتم عمليه ادخال لها. وهي طبعا اليوم صارت سهله، يعني بتنعمل في غزه بشكل يعني ناجح. في الماضي كانت كله يحول خارج قطاع غزه.
This system consists of an external battery operated pulse generator, عبارة عن جهاز صغير يعني قد حجم البطارية 9 فولت، و اللي هو and pacing electrode، وفي عبارة عن اللي هو عبارة عن سلكين مشبوكات فيه يعني أخطاب كهربية، وهي تعمل على ضبط ضربات القلب أو بسميها pacing electrodes أو lead wire، عبارة عن أقطاب يعني أسلاك. The wire attached to the generator on one end and is threaded to the right ventricle، يعني بيتم إدخالها thread يعني يتم إدخالها إلى the right ventricle via the subclavian أو الفيمورال vein، يعني هاي بيدخلوها من السبكليفيان من خلال جرح بيعمله الجراح اللي هو في منطقة السبكليفيان، أو من بيدخله من الفيمورال وبيظل طالع، وفي النهاية بيدخل شايفين السلك وين، يعني طرف السلك بيبقى هاي السلك من هاد داخل للسبكليفيان وهي داخل على اللي هو الرايت فينتركل عشان يبدأ يعمل البلسيشن وبالتالي ينظم ضربات القلب. يبقى قلنا في عنا الأولان اللي هو ترانسكوتينيوس، ثاني تيمبوراري ترانسفينوس، يعني واحد خارجي وواحد ممكن يتم إدخاله في الداخل، وهذا أحيانا لو احنا شايفين بنحط تحت الجلد ونعمل عليه غرستين، هذا ممكن يحتاج كل البطارية تبعت الجهاز، بيتم تغيير الجهاز مع بطاريته حسب نوع الجهاز، أحيانا ممكن يقعد 5 سنين 10 سنوات حسب نوع البطارية. ممكن يتركب على جهاز بيرمننت يعني دائم، وهذا بيرفورم تو تريت كوندكشن ديسوردرز، يعني بيكون في هناك خلل في التوصيل الكهربائي ذات ار نوت تمبوراري، وهي بتكون مشكله دائمه عند المريض، وبالتالي بيكون البديل انه يركب له بيرمننت بيس ميكر هو منظم لضربات القلب الدائم انكلودينج كومبليت هارت بلوك. لما يكون في عند المريض كومبليت بلوك يبقى ما فيش إلا يحط له جهاز منظم لضربات القلب. After the battery power depleted بمعنى تلفت البطارية، the generator must be replaced by the procedure done with the patient under local anesthesia، يعني دائما بيتم تغيير الجهاز ب ما بنعمل بنش كامل للمريض. وقلنا بعض البطاريات يعني أحيانا بتكون يعني بتشتغل على بسموها nuclear powered، وهذه بتكون يعني usually powered by the lithium battery بسموها، وهذه ممكن يكون عمرها الافتراضي زي 10 سنوات، طبعا غالية هذا الجهاز يكون أغلى شوي لأنه ما بيحتاج المريض كل 2 3 سنين يروح يبدل جهاز مرة أخرى، وفي منها بيصل ل20 سنة خلي بالكم other base makers. The electrophysiologist أو اللي هو قلنا الكارديولوجيست he will implement the pulse generator، يعني بيدخل اللي هو جهاز المنظم هذا البيس ميكر in a surgically made subcutaneous pocket، يعني بيعمل زي الجيب تحت الجلد at the shoulder in the right or left، يعني بحطه على اليمين أو على اليسار من حسب المكان اللي بيدخل فيه which may create visible bulge، يعني بتبين هنا زي نتوء صغير زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة اللي هو مكان البطارية أو نفس الجهاز وفي داخل البطارية. The leads introduced transvenously via the cephalic or subclavian vein to the endocardium of the right of the heart. طبعا هذا الكلام ذكرناه. After اللي هو implanting the permanent pacemaker، هنا مطلوب نعمل monitoring لل ECG rhythm to check the pacemaker is working correctly. Assess the implantation site for bleeding or swelling or redness or tenderness or infection.
يتأكد إن المكان، مكان اللي هو الجرح اللي انعمل والبوكت اللي انحط فيه الجهاز، إنه that it remains clean and dry. الـ patient must be afebrile والـ vital signs تكون stable، كلها علامات بعد ما نركب جهاز اللي هو منظم ضربات القلب. The nurse also instructs the patient to restrict activities which are then gradually increased. Complication of permanent pacemakers. طبعا هذه الأجهزة منظمات ضربات القلب فيها مضاعفات. الأول مضاعفة بتصير اللي هو البريكارديال إفيوجن. البريكارديال إفيوجن بمعنى اللي هو عبارة عن بيسموه انصباب تاموري كلغة عربية. وهنا بصير عندنا اللي هو إنه في هناك gradual filling it may or may not produce changes in cardiac hemodynamics. وبالتالي accumulation of excess amount of pericardial fluid، يعني بصير تكون للسوائل حوالين اللي هو البريكارديوم، وهذا is associated with cancer. يعني غالبا المرضى اللي عندهم كانسر هم اللي بصير عندهم هيك مضاعفات اللي هو تكون الافيوجن. وزي ما احنا ملاحظين انه دائما بتكون هاي في عندنا اللي هو الميوكارديوم بعضلات القلب، وفي عندنا البريكارديال ساك اللي حول القلب. دائما بصير في الساك اللي هو الكوليكشن اوف ذا فلويد، واحيانا بيبدو يعمل لها ايفاكيويشن، وبالتالي كل فتره يحتاج المريض الى عمليه evacuation مرة أخرى. أحيانا ممكن يحدث اللي هو pericardial tamponade، إنه يصير في هناك زيادة في pressure within the pericardium، بنفس عضلة البريكارديوم يصير في ضغط داخلها و fluid enters the pericardial sac، ويحصل نوع من الإكسبانشن occurs and it results from injury to the heart أو the great vessels، لأنه بيكون محيطة بالقلب، وبالتالي لو صار ربشر لفيزلز أو يعني نفس صار إنجري في القلب، ممكن يحصل also cardiac rupture due to effusion or hemorrhage. من الأسباب برضو الواردة اللي هو يكون كانسر أو بكتيريا أو infection، قد يؤدي إلى حدوث البريكارديال تامبونيد. يبقى التكون يا جماعة للفلويد بكمية تصل من 150 إلى 200، هذا ممكن يعمل يعني يكون life threatening، يعني الكمية اللي هل ممكن تكون كمية مش اضطرار، يعني في البداية ممكن تكون كمية قليلة ولكن تؤثر على breathing تبع المريض، وبصير في عند المريض shortness of breath واضح، يعني أي مجهود يقول لك أنا تعبت أنا كذا، وهذا قلنا يؤثر على ال cardiac output and perfusion، يعني كله له أثر سلبي على اللي هو توصيل الدم للشرايين الداخليه. We have to teach patients who have permanent pacemakers too. دور التمريض في انه كيف نعلم المرضى اللي عندهم البيسميكر انه دائما they should be given written and verbal information حول نوع الجهاز setting of the pacemakers. Teaching them to report any pulse rate lower than the set. يعني لو انخفضت النبضات عن المطلوب لازم يبلغ اللي هو الطبيب المعالج أو الشخص اللي مسؤول عنه. Also reporting any fever أو redness أو swelling أو أي drainage في منطقة البيسميكر. If surgical incision is near either shoulder، يعني قريبة من الشولدر وين لما دخلوا السبكليفيان vein or artery. Advise the patient to avoid lifting the arm. يعني دائما بنصح المريض انه ما يرفعش ايده فوق اللي هو لراسه، او lifting more than يحمل شيء ثقيل اللي هو بزيد عن 4.5 كيلوغرامز ولمدة يعني شهر، يعني 4 weeks. Because this could dislodge the pacemaker wire. يعني ممكن يحرك اللي هو الأقطاب تبعت الجهاز منظم القلب. Encourage arm movement.
علشان ما يصيرش عنده شولدر ستيفنس، يعني يعمل تحريك ولكن قلنا ما يرفعه عالي خالص. Keep hand held cellular phone، إنه لو حمل أي موبايل جوال شغلي لازم يكون at least 15 centimeters away from the generator، يعني ما يقرب جهازات الموبايلات على منطقة الجهاز اللي هو مركب، يكون قلنا transcutaneous، وتكون الهاندسيت on the ear opposite to the side of the generator، يعني يحاول يمسك الجهاز بالجهة المعاكسة، أو نستخدم سماعة نفس الشغلة، يعني ما يحاول يقربها على الجهاز لأنه ممكن يأثر على عمل الجهاز اللي هو البيس ميكر. Avoid sources of strong electromagnetic field، يعني يتجنب شغلات اللي فيها اللي هو مجال مغناطيسي إلكترون، such as زي التليكوميونيكيشنز ترانسميترز، أي شغلات اللي فيها نوع من التليكوميونيكيشن موصلات للاتصالات انترفير، تكون تشينج ذا بيس ميكر سيتنج، ممكن تأثر على العمل وتنظيم اللي هو جهاز منظم الضربات. كاري بيس ميكرز ايدنتيفيكيشن كارد، يعني يفترض تكون في معاه بطاقة فيها اللي هو الشركة، اسم الشركة، ويكون في لابس اللي هو البراسلت ات اول تايم، يعني في انه زي الاسورك اللي هو تفيد انه هذا عنده مركب جهاز وتاريخ تركيب الجهاز وضبط الجهاز والشركه المصنعه له. طبعا هذول الناس اللي مركبين اجهزه دائما لو راح بده يعمل مثلا صوره بالرنين اللي هو ماجنتيك ريزونانس ايمجينج، طبعا في هذه الحاله بعض الشركات بتقول لك انه يعني هذا يؤثر على عمل الجهاز وما لازم الوريد يعمل اللي هو ام ار اي كونترا انديكيتد بالنسبه لبعض اللي هو البيس ميكرز لبعض الشركات. تيك يور بلس فور 1 فول مينت ات ذا سيم تايم ايتش داي، يعني نقول الوريد دائما يكون في وقت محدد ويفترض هنا تو ريكورد ذا ريت يور بيس ميكر ديري، يعني يعمل زي النوتة ويسجل فيها كل يوم قديش بقيس النبضات. Take your pulse at any time you feel symptoms of possible بيس ميكر failure، يعني لو حسيت في هناك اضطراب برضو لازم المريض ينعلم ولازم تقيس النبض. ما يعمل أي additional pressure over the generator و avoid اللي هو wearing tight clothing or pelts، يعني ما لازم يرتدي شغلات اللي هو تكون محزق عليه زي ملابس أو حزام أو كذا اللي يكون very tight. You may take baths or showers without concern for your pacemaker maker، يعني ما بيأثر لو المريض عمل bathing. Inform all healthcare providers that you have pacemaker، يعني لما تروح على أي مركز رعاية صحية ما تتردد وقول لهم أنا عندي جهاز منظم لضربات القلب. No the indications of battery failure، يعني لازم يكون في عندك مؤشرات تدل على أن البطارية ضعفت. As you were instructed and report these findings to your healthcare provider if they occur. Patients and family teaching after insertion of permanent pacemaker، كمان نستمر في نفس الـ don't operate electrical appliances directly over your pacemaker، يعني أي أجهزة كهربية ما لازم تقربها على جهاز البيسميكر لأنه قد تضره تؤثر على عمله. don't lean over electrical or gasoline engine motors، لا تنحني فوق الأجهزة الكهربائية أو اللي بتشتغل على الموتور اللي بتشتغل على الغاز غازولين. Be sure that these appliances or motors لازم تكون properly grounded، يعني لازم يكون فيها الخط الأرضي وإلا قد تشوش على اللي هو عمل المنظم. Avoid all transmitter towers، تعرفوا الأنتنات اللي موجودة للراديو أو للتلفزيون أو للرادار، زي الراديو زي التي في زي الأذر home appliances antennas، they don't pose a hazard.
يبقى لي زي الراديو والتلفزيون، هذا ما في منه أي إشكالية للمريض، يعني نطمنه إنه هذا ما في أي مشكلة بالنسبة له. Be aware of anti-theft devices. في بعض الأجهزة اللي هي موجودة في الستورز it may cause temporary pacemaker malfunction، اللي هي أجهزة اللي هو يستخدمها لبيد اللي هو للتوعيد ضد السرقات، أجهزة الفحص والكذا. Inform airport personnel، يعني لو سافرت برا بلغ اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في المطارات إنه في عندك بيس ميكر، لو طلعت في المعبر الجهاز اللي هو تبع بيعمل زي السكرينينج هذا اللي تدخل منه، ما لازم يدخل منه مريض مثلا مركب بيس ميكر لأنه يؤثر على ضربات القلب، لازم تبلغ تبعين المعبر إنه أنا في عندي جهاز ما بيدخلوك عند اللي هو بيسموه الممر، ممر الفحص هذا. Stay away from arc welding equipment، يعني لازم يجب أن نبقى بعيدين عن الشغلات اللي هي الحام الكهرباء welding equipment. Be aware that it is safe to operate microwave oven unless it does not have rubber shielding or is defective، يعني ممكن تستخدم مايكرويف إلا ما كانش فيه له نوع من الوقاية أو الحماية. فبنصح المريض أنه يتجنب استخدام هيك شغلات لأنه تؤثر على اللي هو البيس ميكر. Report any of these symptoms to the healthcare provider. If you feel symptoms with near any device، حسيت بأي تغيير ولما يوم تقرب من الجهاز يبقى حاول to move 1.5 meters to 3 meters away، يعني حسيت بأي اضطراب ابعد. و you have to check your pulse، the pulse rate should return to normal بعد ما انت ابعدت بالطبيعي بشكل طبيعي. يعني keep all your healthcare providers and pacemaker clinic appointment، دائما راعي انك يعني الزيارات تكون دوريه للمكان اللي انت بتراجع فيه. take all your medications as prescribed، follow the prescribed diet، كمان اي ارشادات. follow instructions about restriction of physical activity such as no sudden jerky movement، يعني ما تعملش حركات فجائية ولمدة تقريبا 8 weeks to allow the pacemaker to settle in place، عشان تضمن انه اللي هو جهاز تنظيم ضربات القلب استقر في المكان. ونشكر الجميع على حسن الاستماع.